في منافذ غير معبدة ووعرة تعمل دوريات أمنية على تمشيط المناطق المحيطة بمكة المكرمة ومنع دخول المهربين إليها. التفاصيل في تقرير الزميل عبد المحسن الحربي. بين الجبال تنتشر هذه الدوريات الأمنية للمجاهدين في الطرق غير المعبدة على مداخل مكة المكرمة لإحكام الدخول إليها. من ضمن المهام المكان اللي انتم شايفينه الان في الطرق البريه الوعره الغير رسميه عباره عن مسح المواقع، نقاط مراقبه، نقاط تفتيش حسب ما تقتضيه الحاجه. بالاضافه الى النقاط الثابته، تقوم الدوريات بنقاط متجوله في مناطق وعره بهدف الاضاحه بالمهربين ووقف عمليات التهريب. بعض الاحيان يكون المنطقه فيها هدوء فيكون الوضع فيها خفيف. فبعض الأحيان في المساء بالذات يكون فيه نقاط فيها مناطق فيها تهريب، ففي الحالة هذه يكون فيه نقاط رصد لهذه المخالفات، فيتم توجيه الدوريات تعمل مع الموقف بما يلزم. دوريات أمن المجاهدين تسعى لسد ثغرات المناطق الوعرة والتي تستغل للتهريب من قبل أفراد يواجهون عقوبات بالسجن والغرامة المالية حال القبض عليهم وصدور أحكام بحقهم. عبد المحسن الحربي، العربية، مكة المكرمة.